حضرتك معانا الدكتور، هو موجود في الخرطوم. اهلا بيك يا دكتور، انت في القاهره. اهلا بيك يا دكتور. وقال لكم رب العالمين يعني انتم الناس رايحه تسكن في القيران؟ افتحوا البوابه في المطار، خلوا الناس تمشي، الجزائريين داخلين. خلينا نهدر العقل، خلينا نهدر. صحوا الرئيس السوداني وقولوا له حد يفتح البوابه في المطار. رئيس غبيط، افتحوا البوابه في المطار. شنو هي؟ افتحوا البوابه في... يسالوا اي مسؤول، انتوا ليه قافلين المطار؟ بتخشش ولا ايه؟ هذا هو، انتوا ليه قافلين؟ الناس بره هتتبهدل. ما تقول ما ميرد عليك هي دابرك مولا بالطرطاق ولا تتخرج عليكم قاع. انا واش عندي نقول لكم؟ انا عندنا جزائريين في مصر نروح لهم نموتهم. انت يا روح كان من صابك وزوجك في الارض بالك. سمعت من عينك نلحم لك انا نجبدهم. صحيح دوك حنا ندعي عليه دعوة مش مليحة. صحيح وكسر له لبه وكسر لبه. هذه لي روح يا سيدي كما هون الله يهون الناس. امين. كما هون الله يهون الناس. امين. الله يريب ساسه. امين. الله يقلب قنطاسه. امين. ان شاء الله يمرض النوض الحب في راسه. امين. ربي يا رب تعلن الضنايا والزواج. امين. يا سيدي ان شاء الله وين نروح مقلوق عليه. امين. ان شاء الله رب العالمين روح عليه.